بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده النموذج الاسترشادي الرابع الموجودين على موقع حصص مصر. نحله مع بعض كده. النماذج اللي فاتت كلها موجودة تحت في الوصف. أول سؤال بيقول لي choose a correct answer from A, B, C, D or D. A و an A means a series of events or changes that happen naturally، مجموعة أو سلسلة من الأحداث أو التغيرات اللي بتحدث بشكل طبيعي. دي اسمها العملية، اللي اسمها process. طبعا عايزين نفرق بين كلمة بروسيس وبين اوبريشن. بروسيس دي معناها عملية طبيعية، لكن اوبريشن معناها عملية جراحية. تراديشن دي هو التقليد، واوكيجن دي مناسبة. السؤال الثاني when you not a headache take this aspirin، عندما تشعر بصداع، يعني عندما يكون عندك صداع خذ هذا الاسبرين. بداية كده احنا ممكن نستخدم كلمة give و have مع headache، ولكن give someone headache لازم بعد give مفعول، او have headache على طول. ممكن اقول لك I have headache when I watch TV. A watching TV gives me headache. يبقى كده خدنا have. بعد كده the teacher asked me to the difference between sight and sight. المدرس طلب مني أن أخبره بالفرق. يخبر بالفرق اسمها tell the difference. Tell the difference between so and so، يعني يخبر الفرق بين شيء وآخر. طيب draw دي معناها يرسم ومعناها يجر. طبعا ممكن نقول draw a plan، يعني يرسم خطة. Draw the car، يعني يشد العربية، يجر السيارة. Take يأخذ طبعا، و give يعطي. بيقول some people use huge A of water to wash their cars. It is illegal. بعض الناس بيستخدموا كميات كبيرة من الماء لغسل سيارتهم، وهذا غير منطقي أو غير قانوني. Account يعني حساب، نمبر رقم، باكيت اللي هي الباقة، يعني اللي هو حاجة عدد معين من الأشياء. Amount يعني كمية. Amount of water معناها كمية من المياه. You would be in A if the weather was very windy. احنا عارفين الاربع ظواهر دول، وتعالى نفسرهم واحده بواحده. اول واحده كلمه جيل دي لما يكون في رياح، يبقى جيل معناها ويند. طب الثانيه بليزرد لما يكون في جليد ورياح. بعد كده اريا منطقه، واتموسفير غلاف الجوي. وما تنساش ان كلمه اتموسفير دي ممكن اقول لك مثلا this family lives in an atmosphere of love، يعني في مناخ من الحب. طيب فاحنا هنا في الجمله قال لك weather was windy، وما دام windy يبقى جيل مباشره. بعد كده when the patient reached the hospital، لما المريض وصل المستشفى. he was dying and couldn't، كان بيموت ولم يكن قادرا على ان هو ايه بقى يا ترى. طبعا اللي غير قادر على انه يتنفس اللي هي breathe، نمبر بي. طيب تعال نترجم كل الكلمات. weep دي معناها يبكي، يعني ينوح في البكاء. absorb يمتص. وcreep يعني يزحف. طيب السؤال اللي بعد كده all workers of the factory became redundant، كل العمال اللي في مصنع أصبحوا مسرحين بلا وظيفة. In the last economic depression، بسبب الكساد الاقتصادي الأخير. في الجملة دي كلمة redundant عكسها، خد بالك ركز وعايز منك العكس ولا الكلمة بتساويها. عكسها إيه يا ترى؟ jobless يعني بلا وظيفة، طبعا redundant يعني بتساوي jobless وعايز العكس. at work في العمل، employed يعني موظف، و absent يعني غائب. أكيد المسرح يعني العاطل عكسها الموظف اللي هو employed. طيب بعد كده بيقول لك choose a correct answer. She has been feeling pressure، كانت بتشعر بالضغط يعني lately because the boss expects her to do the accounts in only 3 days. كانت بتشعر بضغط شديد لأن المدير كان بيتوقع إنها تقوم بالعمل خلال 3 أيام. السينونيم، الكلمة اللي بتساوي بريجر، كلمة بريجر بتساوي يعني معناها ضغط أو توتر، يبقى بتساوي ستريس. happiness سعادة، quietness هدوء، وrelaxation استرخاء. بعد كده we must argue homeless children phenomenon it is a reason for many problems. قبل ما نحل الجمله دي عايزك تميز بين argue for معناها يطالب بالشيء يعني عايزه يحصل، argue against معناها يطالب ان الشيء ده ما يحصلش. هو احنا بنطالب ان الاطفال المشردين دول يكونوا موجودين، ولا ان هم ما يكونوش موجودين؟ ما يكونوش، يبقى against. طيب the word life is a verb، كلمه life دي verb، but the word alive is an adjective. بس عايزك تاخد بالك ان كلمه life دي فعل وصفه برضه، لما نكون مثلا live animals الحيوانات الحية. طيب احنا كده خدنا adjective. بعد كده a piece of wood glass etc that is part of a door wall or fence is called a، قطعة من الخشب او الزجاج او اي شيء اخر بتكون جزء من الحائط او من السور، ده بنسميها اللوح اللي هو البانل، اللي مقصود بها لوح الازاز اللي بيكون في الشباك او اللي في الباب وكده. طيب بعد كده the task was done in secret، المهمة تم القيام بها في سرية. so that nobody can interfere، عشان ما فيش حد يقدر يتدخل فيها. كلمة secret هنا ايه؟ كان بقولك في سرية، سرية يعني سر يعني اسم، يبقى انت كده عايز noun. بعد كده your mobile is not mine. yours is a smart one، الموبايل بتاعك ده موبايل
ذكي جدا، لكن الموبايل بتاعي موبايل عادي، يبقى الموبايلات الاثنين دي مختلفه، يبقى ديفرنت فروم. حقي always wanted to help poor and able. حقي كان دائما يريد ان يساعد الفقراء والناس اللي يا ترى enabled يعني قادرين، enabled يعني مكن سوري، وabled يعني قادر او استطاع، disabled المعاق، فاكيد ان هو عايز يساعد الناس المعاقين اللي هم disabled. Not I believe that everyone should study science at school. أعتقد أن كل واحد لازم يدرس العلوم في المدرسة. Awfully بشكل فظيع، بشكل سيء، painfully بشكل مؤلم، impossibly بشكل مستحيل، personally بشكل شخصي أو على مستوى الشخصي. الجملة على بعضها بقى، على مستوى الشخصي أعتقد أن الناس لازم يدرسوا العلوم في المدارس. You repair the machine today. I can wait until tomorrow. أنا ممكن أستنى لحد بكرة لما تصلح لي الماكينة يعني، فمش لازم تصلحها النهاردة. طيب مش لازم دي معناها you don't have to أو you don't need to أو you needn't. تعال نشوف الاختيارات. أول واحدة don't have to تنفع، have to يعني يجب أن، need to يعني يجب أن، must يعني يجب أن، وأنا بقول لك ليس من الضروري إنك تصلحها النهاردة، ممكن أستناك لحد بكرة عادي جدا. بيقول لك it was a nice party last night. لقد كانت حفلة جميلة ليلة أمس. My photos taken for me with my friend. الصور بتاعتي التقطت بواسطة صديقي. طبعا الحفلة دي كانت امبارح، فالموضوع مادي بسيط، فانا عايز ووز وير والباست بارتيسيبل، ودي صور جمع، فعشان كده وير. وين نقط؟ طيب ده سؤال، يعني انا عايز استفهام فعل مساعد فاعل. وين عايزين بعدها فعل مساعد، هنا يور دي طبعا اسمه ضمير وكده، فيعني معنى كده ان ده فاعل ما ينفعش، ودي برضه فيها فاعل. رقم سي ودي هما الاثنين بادئين بالفعل المساعد. اول واحده نقول when can your research deliver، يعني متى يستطيع البحث ان يصل ان يوصل، ولا can your research be delivered، متى يمكن للبحث ان يوصل، لان ده مبني المجهول، يبقى دي اللي صح. He recommended pizza and we all agreed. Recommend بيجي بعدها الفعل المضاف له ing دايما، فعشان كده هنقول he recommended eating. طب ما فيش فعل مضاف له، ما فيش فعل مباشرة في هنا مفعول، يبقى المفروض نقول he recommended that we eat، ولازم ذات والفعل في المصدر ايا كان الفاعل وايا كان الزمن. طيب بعد كده ريتاج ميك اني ساندويتشز، هير سيستر ميد ذيم فور هير. ريتاج انها تعمل سندوتشات، اختها عملت سندوتشات بدلا منها، فلا، فده معناها ان ريتاج مش لازم تعمل. طيب تعالى نشوف اول واحده كده، نيد انت تو، مفيش حاجه اسمها نيد انت تو اطلاقا، مفيش حاجه اسمها نيد انت تو في اللغه الانجليزيه. طيب اسمها نيد انت بس. طب ماسنت يعني ممنوع. طيب دازنت هاف لازم بعدها تو، فانا استبعد رقم ايه ورقم سي. طب هازنت جوت تو، انت بتقول لي ريتاج مش لازم تعمل سندوتشات، اختها هتعمل، ده معناها ان مش لازم يعني عادي، ممكن تعمل او ممكن ما تعملش، يبقى hasn't got to. طب ليه مش mustn't؟ لو قلنا mustn't يعني ممنوع تعمل، لان لو عملت في مصيبه عادي ما تعمل سندوتشات زياده، ايه المشكله؟ بعد كده بقول لك هايدي said that she understand her last chemistry lesson، اخر حصه كيمياء خدتها. هايدي قالت ان هي ايه اخر حصه خدتها، طبعا ده ماضي، الحصه اللي فاتت يعني، فالمفروض ان احنا عايزين ننفيها في الماضي البسيط او نسبتها ماضي بسيط. طيب كونه جاب لك هنا الفعل في المصدر، فانت عايز هنا didn't. تعال نشوف بقى، won't ولا doesn't ولا couldn't ولا hadn't، مفيش didn't، خلاص يبقى couldn't. طب ما هي hadn't دي ماضي، ما هو hadn't لازم بعدها الباست بارتيسيبل دايما. بقى انت كده في الجمله دي قدامك اختيار من اتنين، اما انك تستخدم couldn't understand او didn't understand. طب ايه الفرق بين الاتنين في المعنى؟ لو انت قلت لي didn't يبقى معناها هايدي قالت ان هي لم تفهم. طب لو couldn't يبقى معناها هايدي قالت ان هي لم تستطيع ان تفهم، عشان كده خدنا couldn't او didn't الاتنين صح. بعد كده stranger asked me، واحد من الغرباء اللي في الشارع سألني where the supermarket is، أين السوبر ماركت. لاحظ إن الجملة دي كانت بين أقواس، كانت where is the supermarket، فلما نطلع بره يبقى where the supermarket was، فعشان كده المفروض نقول was عشان ده ماضي. Should she a she would get up early. أنت عارف طبعا إن كلمة should لما تبدأ بها الجملة لازم بعدها فاعل وبعدين الفعل في المصدر مباشرة، ف should she sleep. طب انا عايز استخدم تو سليب، يبقى خلاص قول هنا بدل شود استخدم وير، يبقى وير شي تو سليب. It is a hopeful information that، طبعا انت قدامك hopeful صفه وانفورميشن اسم، يبقى انت عايز such او such او ان، لكن انفورميشن اسم لا يعد، فنستخدم such لوحدها من غير ا ولا ان. بيقول لك ايه citizen، citizen ده اسم مفرد طبعا، has a job to do، كل مواطن ليه وظيفة يجب أن يقوم بها في المجتمع لكي نحقق التقدم. بداية كده سيتيزن اسم مفرد، فما ينفعش أفكر في بوث، لأن بوث لازم بعدها جمع. طيب نيزر سيتيزن، ممكن نستخدم نيزر سيتيزن بمعنى ولا، فما ينفعش تقول لي ولا مواطن ليه وظيفة، لا كل مواطن ليه وظيفة. وكلمة كل حاجة من الاثنين دول، إما إيفري أو أول، الاثنين ينفعوا ولكن باستثناء. أنت لو استخدم إيفري بتجيب بعدها اسم مفرد فتقول لي إيفري سيتيزن. طب عايز أول يبقى نقول أول ذا سيتيزنز، لازم أول بعدها يكون الاسم ده ما دام معدود يبقى جمع، يبقى هنا every. My teacher gave us his phone number and told us to call him we need any help.
المدرس ادانا رقم الموبايل بتاعه وطلب ان احنا نتصل بيه وقت ما نحتاج. كلمة وقت ما دي يعني زمن، والزمن بنستخدم معاه وين، فبالتالي هنقول وين ايفر اللي هي دي. طب بتكلم على المكان، المكان بسأل بوير، فعايز اقول لك روح مكان ما انت عايز، يبقى جو وير ايفر. طب انا عايز اقول لك انا هقابل المدير، فاقول لك قابل هو ايفر يو ميت. يبقى ركز، الفكرة بتيجي منين؟ انك انت بتتكلم على زمان فتقول وين، على مكان يبقى تقول وير، وهكذا. طب على الاشياء اقول لك باي وات ايفر يو وانت. فاحنا بنستخدم الاداة الاستفهام ونحط معاها ايفر. بيقول لك at the weekend my mother the dishes washed she doesn't wash them. انت في الجمله دي بتقول لي في الاجازه، في اجازه نهايه الاسبوع امي الاطباق مغسوله، يعني تجعل الاطباق تغسل او جعلت الاطباق تغسل. فانت قدام اختيارين، مضارع او ماضي. لكن لو كملت الجمله الاخيره بيقول لك she doesn't wash them، يعني هي ما بتغسلهمش، يعني انت خدت السنس ان الجمله دي مضارع عشان doesn't، وبالتالي my mother دي مفرد، فالمفروض نقول my mother has the dishes washes washed او gets the dishes washed، وبالتالي انت قدامك has. الفكره فين؟ ان دايما مع has و get او مع have و get وبعدين مفعول الباست بارتيسيبل. طب ما انا قدامي has وقدامي get، لكن انت قدامك مظهر اسم مفرد، المفروض كنا نقول gets مش get، وبالتالي هنا خدنا has. مستر عمرو arrived half an hour late. مستر عمرو ده وصل متأخر نص ساعة. المؤتمر بقى كان بدأ قبلها بساعة، ركز معايا، أو بنص ساعة، عايزك تركز معايا في حتة كده. كلمة earlier دي ساعة ما تلمحها في الجملة اعرف إن ده ماضي تام مباشرة، اللي هي مين هنا؟ اللي هي had begun. وكلمة later لما تلمحها في الجملة اعرف، أو late يعني اعرف إن ده ماضي بسيط مباشرة، فعشان كده استخدمنا هنا arrive. يبقى earlier دي مع الماضي التام، later دي مع الماضي البسيط. طيب which of the following has the correct ending، مين في دول ترقيمه صح؟ had she enough time، لو انها تمتلك وقتا كافيا she would help you، لساعدتك. طبعا دي كلها صح، بس لولا الاداه الاستفهام دي لو مكانها نقطه كانت نفعت، لانك شايف ان had دي اصلا هنا رابط، يعني بدل اف، ومع الروابط محتاجين في نص الجمله كما وهي موجوده، ولكن في الاخر نقطه مش علامه استفهام. وطبعا دي برضو ما ينفعش عشان دي علامه تعجب، ودي ما ينفعش عشان دي سيمي كولون، احنا محتاجين نقطه، يبقى دي اللي صح. بيقول لك a header is a part of an email that contains the address of ايه بقى؟ الهيدر ده يا شباب الجزئيه اللي فوق خالص في الايميل اللي احنا بنكتب فيها المرسل اسمه ايه والمستقبل مين. يعني انت بتكتب تو وبعدين فروم، لو انت فاكر في الايميل كده وانت بتاخده في ابتدائي كان بيقول لك تو وفروم. التو دي اللي هو الى فلان اللي هو الريسيبنت، طيب فروم فلان اللي هو السندر، يبقى انت عايز الاثنين دول. اعتقد ان بي اند سي دي المفروض تبقى هنا في الاخر وهو ملخبطهم، يعني كده الاجابه هنا سندر وريسيبنت. ونشوف what should you do before you click the send button، قبل ما تضغط على زرار الارسال بتعمل ايه المفروض؟ I use an envelope، بستخدم الظرف، ظرف جواب يعني طبعا. I read the email، بعيد قراءة الايميل فعلا. I write meaningful sentences، بكتب جمل مفيدة. المفروض انك تعمل كده، تكتب جمل مفيدة وبعدين تقرأها تاني وبعدين ترسل، يبقى كده هو عايز اتنين وهما متلخبطين اكيد، فهي دي. بس طبعا عشان الاسئلة دي لو انت حليت الامتحان ده مرة تانية هيظهر لك الاسئلة بشكل راندوم مختلف متلخبط. when I write the body paragraph، لما اجي اكتب البودي بتاع البراجراف بتاعي in an essay I include the thesis to remind the reader، انا بكتب الفكره اللي انا كتبتها اللي هي الفكره الرئيسيه بكتبها تاني عشان افكر القارئ. ولا make sure the supporting details are in the introduction، اتاكد ان supporting details في الانترودكشن، وطبعا ده خطا، الانترودكشن ما بيكونش فيها supporting، supporting دي بتكون في الايه؟ في البودي. use only informal vocabulary، بستخدم المصطلحات العاميه بس، وطبعا خطا. include related details، دايما خد بالك في البودي بتكتب ال related details وبتكتب الأمثلة وبتكتب الأبحاث اللي عندك وبتكتب المعلومات والإحصائيات، يبقى دي اللي صح. بعد كده هوك، هوك دي زي ما اتفقنا قبل كده إن هي اسمها، معناها بالعربي كلمة هوك معناها خطاف. يعني إيه خطاف؟ يعني الجملة اللي القارئ بيقرأها وبيتشد للموضوع، الجملة اللي بتجذب انتباه القارئ. طيب الهوك دي يا ترى summarizes what I write، بتلخص لي اللي أنا بكتبه، الأداة دي في الكونكلوجن. draw the reader's attention to read the essay، بتجذب انتباه القارئ علشان يقرأ المقال كاملا، هي دي. يبقى الهوك ده الخطاف، يعني جمله بتجذب انتباه القارئ بحيث يقرا كل المكتوب قدامه. is smooth and logical flow of sentences in the paragraph، هو التنقل او الانتقال في الجمله بشكل سلس وبشكل منطقي. انت اكيد سمعتني مره واثنين وثلاثه واربعين مره بقول لك لما يقول لك logical manner او logical flow او logical order تجري مباشره على كلمه coherence. ايه coherence دي؟ coherence دي مقصود بيها يا شباب الاتساق الداخلي بين الكلام، انك انت بتحكي لي في قصه كده وبعدين في كلام، الكلام في بينه وبين بعضه اتساق، بمعنى انك انت بتقول لي مثلا الاسبوع اللي فات انا سافرت القاهره وهناك قابلت اصحابي، فجاه كده عليك بتقول لي مثلا رحت المدرسه اللي في الجيزه، انت بتحكي عن حاجه واحده معينه، فانت لازم يكون في اتساق بالكلام اللي انت بتكتبه.
ما ينفعش برضه في نفس القصه تقول انا سافرت القاهره وهناك قابلت اصدقائي امي طبخت لحمه، ازاي انت سافرت وامك طبخت لحمه؟ في الموضوع ما فيهوش اتساق، فعشان كده كوهيرنس دي لازم يكون ترتيب الكلام فيه منطقي. 35 بيقول لك وات از ا باراجراف، ايه الباراجراف ده؟ قبل ما نحل السؤال ده عايزك تعرف ان الباراجراف ده عباره عن مجموعه من الجمل اللي بتدور حول فكره واحده، ما يكونش في الباراجراف اكتر من فكره. تعالى نشوف بقى، a series of sentences، سلسله من الجمل that talk about various subjects، بتتكلم عن موضوعات مختلفة. طبعا ده غلط، لازم الباراجراف يكون موضوع واحد فقط مش أكتر. ما ينفعش في نفس الباراجراف تكلمنا عن التكنولوجيا والتلوث والسيارات والمنازل الحديثة والمنازل القديمة، لا أبدا مش موضوعها. A series of sentences that talk about a specific subject، بتتكلم عن موضوع معين. هي دي 36 بيقول لك which paragraph is punctuated correctly، إيه الباراجراف اللي معمول له ترقيم صح في الباراجرافات دي؟ أول واحد بيقول لك my neighbors are ideal to live next door، جيراننا دول ناس قياسيين إنك تعيش جنبهم وتبقى مرتاح آخر حلاوة. Because they can be very helpful if you need them. نقطة وجملة تانية بادئة بكابيتال زي الفل. I respect them as they never interfere in my private life. وسيمي كولن دي بوظت الجملة، لولا سيمي كولن دي كانت الجملة تبقى صح. الجملة التانية بيقول لك My neighbors are ideal to live next door. Two, because they can be very helpful if I need them. نقطة وكابيتال والجملة زي الفل. And ما فيش هنا أي حاجة خالص، يبقى الجملة دي اللي صح. طب اللي بعدها بقى بيقول لك My neighbors are ideal to live next door. Two, because they can في الاخر كده I respect them interfering in my private life، نفس الجمله and I behave with them in the same way. المفروض ان احنا محتاجين هنا كما قبلها وكما بعد تو، فبالتالي دي ناقصه كما. اللي بعد كده بيقول لك my neighbors ideal، نفس القصه because they can be fit، وطبعا في هنا سيمي كولون، يبقى الجمله دي بايظه عشان السيمي كولون اللي فيها. الجمله دي بايظه عشان هي محتاجه كما قبلها. الجمله دي كانت سليمه كلها، يبقى دي اللي صح. الجمله دي كانت بايظه عشان في هنا سيمي كولون، يبقى الجمله اللي احنا اخترناها دي اللي صح. طيب بعد كده بيقول لك it is healthy to eat fruits and vegetables regularly every day and to reduce eating sweets and chocolates because they are harmful to our health. تعال نشوف بقى، من صحة تناول الخضروات والفاكهة بشكل غير منتظم، لا هو قال لك هنا regularly، يبقى دي باظت التانية. من صحة تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم كل يوم وأن نقلل من تناول الحلويات والشوكولاتة لأنهما ضارين بصحتنا. طبعا دي المفروض صحتنا بس معمولة كده أو مكتوبة صح. تمام، من صحة عدم تناول الخضروات، طبعا عدم تناول دي مصيبة، هو قال لك من صحة تناول، يبقى دي برضه بايظة. من صحة تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم كل يوم وألا لا نقلل من تناول الحلويات، لا لازم نقلل زي ما هو قال فوق، يبقى دي كده غلط، اللي احنا اخترناها دي الصح. Our national income has many resources، يعني الدخل القومي ليه مصادر متعددة. Some are stable، بعضها مصادر ثابتة. And others are unstable، والبعض الآخر غير ثابت. But tourism oil، لكن السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب are the most important. تعال نشوف بقى، لا دخلنا القومية عديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأكثر أهمية، هي دي فعلا الصح. طب التانية بايظة ليه؟ لأن دخلنا القومي عديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، لحد كده زي الفل، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأقل أهمية، هو قال لك هنا most important يعني الأكثر أهمية، فدي بايظة. اللي بعدها لدخلنا القومي العديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكي تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأكثر أهمية. خد بالك هنا بيقول لك ولكي تبقى، طبعا دي مصيبة، بيقول لك ولكن المفروض. بيقول لك الاخرين القوميه عيب من المصادر بعضها غير ثابت والبعض الاخر غير ثابت، يعني غير ثابت وغير ثابت، طبعا دي بايظه. الجمله رقم 39 يمثل النوم حاجه بشريه للراحه وتنشيط الجسد والعقل، يعتقد او يعتقد بعض علماء النفس انه يساهم في التطور العقلي والبدني للاطفال في بدايه حياتهم. اول واحده sleep is a human need to have a job، من اولها كده باظت، هو قال لك هو حاجه بشريه للراحه وتنشيط الجسد، طبعا ما فيش حاجه اسمها وظيفه خالص في الموضوع، فدي غلط. الجملة التانية sleep was، طبعا دي برضه باظت، ليه باظت؟ لأنه بيقول لك يمثل ده مضارع لسه، وهنا قال لك was يعني كده معنى الجملة أصبحت ماضي. اللي بعد كده بيقول لك sleep is a human need to have rest and refresh the body and mind. Some psychologists think that it supports the human mental and physical progress for the children at the beginning of their lives. دي صح. طب الأخيرة بايظة ليه طيب؟ بيقول لك sleep is a human need to have a rest and fish. fish يعني سمك، إيه اللي جاب السمك هنا بقى؟ مش فاهم. يبقى الجملة دي اللي صح. آخر واحدة 40 ليس من السهل أن تجد الصديق الذي تثق به، وأنا لدي صديقان قضيت معهم معظم حياتي وأثق بهم وبآرائهم رغم اختلاف وجهات النظر أحيانا. أول واحدة It's not easy to find a friend that you can trust.
I have two friends, عندي صديقين, with whom I have spent most of my life, and I trust them and their opinions, although our points of view are sometimes different. دي اللي صح. طب التانية بقى غلط. ليه بقى؟ It is easy. هو قالك في الجملة هنا ليس من السهل, يبقى المفروض نقول it is easy ولا it is not easy. يبقى دي المفروض تبقى it is not easy, وبالتالي كده باظت, احنا اخترنا الأولانية. طب التالتة, it's not easy to find a friend that you can trust. I had two. طبعا had ماضي, لكن هنا في الجملة بيقول لك لدي أمتلك, يبقى دي المفروض تبقى مضارع, ولكن دي هنا عاملها ماضي. طيب بعد كده الجملة الأخيرة بيقول لك it is not easy to find a friend that you can trust. I have three friends. يبقى هو قال لك اتنين وهنا قال لك ثلاثة, يبقى خطأ, وبالتالي انتهى الامتحان, انهاء الامتحان. كده خلصنا الحمد لله رب العالمين. الامتحان ده يا شباب هو الامتحان الرابع من بين الامتحانات اللي حليناها كلها مع بعض. اتمنى ان الامتحان تكون مفيده بالنسبه لك. دلوقتي الساعه 3 الا تلت, يعني بس بعمل لك الامتحان ده وانا في قمه الفصلان, فاتمنى ان ما اكونش يعني ممل في الامتحان ده علشان تستفيدوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.